بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السيدة والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب، يخصص مجلس النواب جلسة تشريعية مرتبطة بالدراسة والتصويت على مشروع قانون التصفية رقم 2321 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة المالية 2019. الكلمة للسيد الوزير لتقديم مشروع القانون، فليتفضل مشكورا. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون، يسعدني أن أعرض على أنظار مجلسكم المقر مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2019 الذي تم إيداعه بطبيعة الحال لدى مؤسستكم المقرة وفقا للآجال المنصوص عليها في الفصل 76 من الدستور والمادة 65 من القانون التنظيمي لقانون المالية، أي قبل نهاية شهر مارس من سنة 2020. واسمحوا لي بداية أن أشكر السيدات والسادة النواب المحترمين على العناية التي تم إيلاؤها لهذا المشروع، وهو ما يؤشر على الأهمية التي يحظى بها باعتباره آلية أساسية لتقوية الرقابة البعدية للبرلمان على المالية العمومية وتنفيذها، وإعمالا بطبيعة الحال لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وهذا في هذا السياق، ووفقا للتشريعات وما تنص عليه، تم إرفاق هذا المشروع بتقرير حول نجاعة الأداء وتقرير افتحاص نجاعة الأداء، وذلك كما قلت تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية. وفي هذا الصدد أيضا، واستنادا إلى تقارير افتحاص نجاعة أداء القطاعات الوزارية والمؤسسات المرتبطة بها برسم سنة 2019، يمكن أن نسجل مجموعة من النقاط الإيجابية، على الخصوص منها انخراط كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية في منهجية نجاعة الأداء وانبثاق أغلب برامجها عن استراتيجيات أو خطط عمل، مع تحديد الأهداف لجل البرامج المفتحصة وربطها بمؤشرات لمدى قياس بلوغها. كما تم إرفاق هذا المشروع بتقرير حول الموارد المرصدة للجماعات الترابية الذي شكل لسنوات طوال إرادة ورغبة السيدات والسادة النواب المحترمين، الذي يهدف إلى تقديم وتحليل الموارد المعبأة من طرف الدولة لفائدة ميزانيات الجهات والعملات والأقاليم والجماعات برسم سنة 2019، وهو ما يمكن من القيام بقراءة واضحة للعلاقة المالية القائمة بين مالية الدولة ومالية الجماعات الترابية من حيث الموارد الميزانياتية المجمعة والمدفوع لها كلياً أو جزئياً من طرف الدولة بطبيعة الحال، لتمكين هذه الجماعات من أداء المهام المسندة إليها على أحسن وجه. ومن جهة أخرى، وتفعيلا للالتزام الحكومي المتمثل في العمل أساسا على إقامة تعاون بناء ومستمر مع المؤسسة التشريعية وتيسير ولوجها لمختلف المعطيات المتعلقة بتنفيذ السياسات العمومية، وضعت الحكومة بين أيدي السيدات والسادة النواب أعضاء لجنة مراقبة المالية العمومية مجموعة من الوثائق التكميلية تتضمن مزيدا من المعطيات
الإضافي والأرقام، وكذا المؤشرات المتعلقة بسياق تنفيذ قانون المالية لسنة 2019. السيدات والسادة، يقوم مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ مالية 2019 بحصر وإثبات المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المنجزة المتعلقة بالسنة المالية 2019، وكذا بحصر حساب نتيجة هذه السنة. وبناء عليه يثبت هذا المشروع النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية 2019 على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والتي جاءت على الشكل التالي: أولا، على مستوى الميزانية العامة بلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنة 365.65 مليار درهم. فيما يخص الموارد، بلغت تقديرات الميزانية العامة لسنة 2019، يعني في إطار قانون المالية الذي صوتنا عليه جميعا، ما قدره 329.62 مليار درهم، وتم تحصيل ما مجموعه 365.96 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز بلغت 111.02. وقد شكلت الموارد العادية نسبة 71.29 من مجموع الموارد المحصلة. ثانيا، فيما يتعلق بالحسابات الخصوصية للخزينة، قد بلغت النفقات المنجزة ما مجموعه 90.9 مليار درهم، حيث تمثل نفقات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية نسبة 85.62 من مجموع هذه النفقات. أما فيما يخص موارد هذه الحسابات، قد حددها قانون المالية ل 2019 85.08 مليار درهم، وتم تحصيل 101.36 مليار درهم. ثالثا، فيما يخص مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة أو ما يسمى بالسيجما، فقد سجلت نفقات الاستغلال ما مجموعه 2.06 مليار درهم. أما موارد الاستغلال لهذه المرافق، فقد بلغت تقديراتها النهائية ما مجموعه 4.48 مليار درهم، وتم تحصيل 4.68 مليار درهم، في حين بلغت نفقات الاستثمار لنفس هذه المرافق 1.23 مليار درهم. وبالمقابل، سجلت التقديرات النهائية لموارد الاستثمار لمرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة 3.63 مليار درهم، وتم تحصيل 3.69 مليار درهم. السيدات والسادة النواب، لا بد من التذكير بأن النشاط الاقتصادي الوطني خلال سنة 2019 تأثر من جهة بسوء الظروف المناخية ومن محيط خارجي غير ملائم بشكل عام من جهة أخرى، مما أدى إلى تراجع الناتج الداخلي الخام، حيث انتقل من معدل نمو 3.2 سنة 2018 إلى 2.5 في 2019، في حين غير أن القيمة المضافة الغير الفلاحية، يعني أبار الفلاحة في الأنشطة الاقتصادية الأخرى، عرفت خلال سنة 2019 انتعاشا بلغ 3.9% مقابل 2.9% خلال سنة 2018، أي بارتفاع 1% ما بين السنتين، بينما عرفت القيمة المضافة الفلاحية انخفاضا بنسبة ناقص 8.6 بعد ارتفاع قدره 5.8 سنة 2019. وعلى العموم، فإن التوقعات الخاصة بقانون المالية للسنة المالية 2019 قد تحققت بنسب إجمالية حددت في: أولا، الموارد 113%، معناه أنه بالنسبة لتوقعات
قانون المالية 2019 الذي تم التصويت عليه، فقد تمكننا جميعا من تحقيق 13% زائدة بالنسبة للموارد، في حين تم التحكم في التكاليف في حدود 98%. وكنتيجة لذلك فقد تم حصر عجز الميزانية في حدود 3.6% من الناتج الداخلي الخام. السيدات والسادة النواب، تلكم باختصار أهم المعطيات والأرقام التفصيلية لمشروع قانون التصفية لسنة 2019. كما أحيطكم علما بأن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية هي الآن بصدد إعداد قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2020، والذي سيتم تقديمه إن شاء الله إلى مجلسكم المقر قبل نهاية الربع الأول من سنة 2022، تفعيلا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية. وسنكون بذلك قد احترمنا جميعا الآجال التي يحدد هذا القانون. أشكر لكم حسن اهتمامكم، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا سيد الوزير.